السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انثني جيم، واليوم جبت لكم اللعبة المشهورة ليتل نايت مير 2 يا جماعة الخير. واخيرا راح نلعب هذه اللعبة في القناة، وانا من عشاق هذه اللعبة يا اخوان. لو كنتوا ما تعرفوا انا من عشاق هذه اللعبة، فخلونا ما نطول بالكلام ومشاهدة ممتعة للجميع. طيب يا جماعة الخير، خلونا نضغط نيو جيم ونبدأ المغامرة يا اخوان. كما قلت لكم يا جماعة في البداية ان هذه اللعبة انا كنت انتظرها يا جماعة، كنت انتظرها من فترة طويلة يا اخوان. انا لعبت الجزء الاول وكان بصراحة ممتاز، واللي ما لعب الجزء الاول انصحك بشدة تروح تلعب الجزء الاول قبل ما تلعب هذا الجزء. فانصحك تروح تلعب الجزء الاول بعدها تلعب هذا الجزء يا جماعة الخير. فيس، فكما تشوف يا اخوان قدامنا هذه البوابة، وشيء هذا في هذه البوابة شيء عيني اسمه يناظرنا. اوكي، وهذا العين شكله ما يبشر بالخير يا اخوان. طلعنا من التلفزيون، لو لاحظت يا اخوان ترى طلعنا من التلفزيون. انا ما اعرف ايش معناته هذا الشيء يا اخوان نطلع من التلفزيون، ولكن بنتحرك. انزين بنتحرك. هذا الشخصية اللي قاعد نلعبها اسمه مونا يا اخوان، يعني ايوه اسمه مونا. واحنا الحين كما تلاحظون يا اخوان احنا شيء من الغابات الامازون. يس، اذا ممكن مونا تركض لانك انت واقف بطيء. اوكي حلو، هذا ويش اللي تحت؟ هذا جثة مي جثة، هذا جثة ولا كيف؟ هذا جثة، تأكدت الحين. فانا بركض وبشرد عنه لانه ما اريد يكون بين التواصل بيني وبين الجثة. اتوقع هنا نسوي شيء، هنا نبطل، ايوه نبطل هذا الباب. كيف اوكي يقول لك التو اذا با تسوي كراوتشنج، اذا با تحبي يعني. اوكي احنا الحين كما تلاحظون داخل شيء من الكهوف اللي في غابة الأمازون. شيء نعال يا أخوان، شيء نعال. أنا بشيل هذا النعال وبوره هناك، يعني بعقبه في هذا الجثث اللي يلعن. ويش صار هنا يا أخوان؟ ويش صار هنا؟ هذيلا من اللي قتلهم هذيلا؟ أنا ما يدي أعرف، لكن أنا بصراحة ما يدي أعرف يا أخوان. فأنا بكمل يعني كأني ما شايف شيء قدامي. أوكي أركض. كيف اذا بغي والله العظيم انا كنت امشي سيدة يا اخوان، كنت امشي سيدة. كيف طاح مون؟ ايش فيك؟ شوف زعلان الحين. ما قصدي. زين لا تزعل، ما كان قصدي اطيحك، انا كان قصدي اشوف اذا تقدر تركض ولا لا، لاني بعني يا اخوان ما متعود على التحكم. اوكي مربع اذا باغي تركض يا جماعة. اوكي الحين بدينا شوي شوي نتعود على اللعبه، مع ان انا لعبت النسخه التجريبيه من هذه اللعبه يا اخوان، ولكن نسيت لعبتها قبل تقريبا شهر. هنا في شيء يا اخوان، انا اشوف، ترى اشوف في مثل ما ذاك شيء، مثل ما ذاك والله كنت محظوظ، كنت محظوظ. معك كيف رجعت يا اخوان؟ كنت محظوظ جدا، ولكن الحمد لله. أنا بلفر هذا، أنا بلفر هذا، أتوقع هذا راح يفينا على أساس نتسلق هناك. أوكي بس حبة هذا الصندوق ولا ايش يسموه هذا، المهم إني بسحبه يعني. فهمتوا علي صح؟ أنا بسحبه. أوكي اقحم اقحم يا مون اقحم. انزين، اللي سمعت من هذه اللعبة يا إخوان تقريبا في أربعة تشابترز، يعني أربع فصول يا إخوان، هذا اللي سمعته. وكل شابتر ويعني في شخصيه معينه في الشابتر. ف this is wonderful. لا 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 اركض اركض مونو اركض. توحي توحي توحي، ارجوك ارجوك توحي ارجوك. كام اون يا اخي، يعني اللعبه نبهوني قبل ما اسم ذاك انا اتحرك، يعني نبهوني. رجاء اركض 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 يا مونا، تقدر والله تروم. ارجوك مونا خليك نفس ذاك الماراثون.
نجونا بعجوبة تستاهل، خبرهم تستاهل لايك، يعني أنا اللي يستاهل لايك قصدي. أوكي انزين، شيء حبل فوق يا أخوان، خلونا قبل ننزل نشوف إذا كان في شيء هنا. هل الطريق من هنا ولا لا؟ انزين أتوقع لازم نروح من هناك يا جماعة، لأن هنا الطريق ما تقدر، يعني ما تقدر تركب من هنا، فأتوقع الطريق هنا 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 هنا، شكل الطريق من هنا إذا ما خاب ظني، أتوقع الطريق من هنا، فراح نعمل حركة ال شو يسموه هذه حركة الطرزان، يقحم نايس. زين مع اني تسرعت في النزول ولكن قدرت انزل. اوكي بننزل هذا الحين، بعد ما ننزله كذا نخلي، لا اوكي لازم يكون سريع. اوكي اوكي فهم فهمت. زين سريعين سريع 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 سريع، ايوه كذا نفس السب ماريو تقحم. انزين عاد الله يعينه الحين، وايش اللي راح يصادفنا؟ كيف وين اروح يعني؟ هل تتوقعوا تحت شيء طريق ولا لا؟ ايش رايكم شباب؟ هل تتوقعوا شيء طريق تحت ولا ماشي؟ انا بحاول انزل يعني بجاذف. انزين اذا مت، اذا مت يعني ما اعرف ايش اقول لكم، بموت. طلع هنا الطريق، طلع هنا الطريق. انا اتذكر هذا المكان، كنت يعني اتذكر لما لعبت الديمو او النسخه التجريبيه اتذكر هذا المنطقه، ولكن ما اتذكر كل شيء للاسف الشديد يعني، ولكن احسن لكن احسن اذا ما تتذكر شيء لانه يخرب الاكسبيرينس، فهمتوا علي صح؟ يخرب الاكسبيرينس. شيء نعلان هنا، وش غراب هذا الغراب؟ وش كان ياكل؟ تفهمون وش هذاك اللي في الارضيه؟ هذا القوتي شكله يعني، هذا معناته اذا كان شيء قوات يا اخوان معناته ان شيء لا 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 حبيبي، جيب القوتي وعقه هنا انزين، وشله مره ثانيه وعقه هنا. لا 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 يا مونو، يا مونو ما هناك، هنا هنا عند ال ايوه هنا كذا، شفتوا كيف؟ في هذا الالعاب يا اخوان لازم تكونوا مركزين. لازم تكونوا ايش؟ مركزين، فلا تستعجلوا في هذا الالعاب، اذا استعجلتوا تموتوا. ايوه كما تشوفوا انا الحين مت ما اقل عن مرتين، فاتوقع راح يتزايد العدد عدد المرات في الموت. اوكي شيء هنا مسمى حاطين هذا الترابس حل الدببه، وانا اوكي اتذكر هذا المكان، بناخذ هذا العصا زين، بنشله معانا هذا العصا وراح يفينا قدام. لا 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 مو نشله، لا تخليه، وبنضربه هنا كذا، شفت كيف؟ اتذكر هذا المقطع يا اخوان لاني لعبت، كما قلت لك لاني لعبت النسخه التجريبيه، فالنسخه التجريبيه فادنا يعني. اوكي سلايدنج، اوكي اوكي حطوا لنا عصا مره ثانيه، فاكيد راح يفينا العصا في حاجه يعني، يضرب كذا ما في شيء هنا، يضرب مره ثانيه، انه المصيده. لا 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 انا بركض وبقحم يا اخوان، انا بقحم. هذا الفواكه والويش هذا اللي حاطينه ترى ما ببلاش يا اخوان، ما يحطونا ببلاش في هذه اللعبه، اكيد يحطون لك اشياء لازم تستغل هذا الشيء يعني. ايوه ما يحطون لك ببلاش، شفتوا كيف؟ زين اوكي بعق هنا، ما شاء الله عسى ما يطلع واحد ثاني هنا. هنا اتوقع يبال جمب، هنا جمب، لازم نتسلق هناك، لازم نتسلق. انا بقي ركض وبعطي جمب، حسيت انا شيء هذاك له
الفخ اللي هناك. انزين وين وصلنا يا اخوان؟ وايش هذا المكان؟ اشوف البيت. وصلنا عند هذا البيت. في هذا البيت يا اخوان في صياد. انزين وهذا الصياد مختل يعني هو ما طبعا مختل ما صاحي واحد ما صاحي يعني. فلازم نكون حذرين يا اخوان. اتوقع المدخل بيكون اكيد من دريشة، لازم ندخل من دريشة. في شيء ما يداخل هذا القفز، ولكن ما اقول غير الله يعينك وانا بدخل داخل. اذا كان عندك اي نصائح قبل ما ادخل فارجاء يعني تساعدني. اوكي انزين شيء اكل متعفن يا اخواني لو لاحظتوا شيء اكل متعفن. هذا اللي هذا الصياد شكله ما يعرف يطبخ، هذا اللي لاحظته. انزين انا اوكي انا بتحرك بفتح هذا الباب. انزين عسى ما يطلع لنا قدامنا هذا الصياد هذا الزباله. روح من هنا. تسمعوا المعزوفه يا اخوان؟ تسمعوا المعزوفه؟ هذا هو المعزوفة للعبة ليتل نايت مير. فأنا بروح أشيك من اللي قاعد يعزف هذا المعزوفة. هلا والله قاعد تعزف يعني من اللي حبسك هنا؟ خبرني من اللي حبسك. أنا الحين بجيك. زين بحاول أفتح هذا الباب، بحاول أفتح هذا الباب، ما أعرف كيف بفتح. ها حصلنا هنا هنا العلوم يا اخوان. بناخذ هذا الفأس ولا ايش يسموه هذا. كيف 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 المقبض بطل؟ يعني ما عرفت كيف يعني يتبطل. شي واحد ثاني هنا اخوان. حصلنا فأس ثاني. اوكي شله؟ قعنك. انت اعزف بس اعزف انا قعنك. انت لا تتوقف في هذا المعزوفة. وانا ان شاء الله راح اسمه ذاك لا راح اطلعك من هذا الحبس وهذا الاكتئاب. اضرب لا تخاف لا تخاف. هذا انا انا هذا انا اسمي ابو كيسه. انزين لا تخاف لا تخاف. تعال 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 عندي انا جاي ناخذك. تعال تعال يا بس يا بس تعال يعني معناته تجي. ايوه سلام عليه كيف حالك بخير عسى. انا 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 كيس. شرد شرد هذاك انت ليه تشرد؟ انا مش مقاس احاول يعني نقضتك يا اخي حررتك من هذا السجن وليش تشرد؟ بنلحق يا اخوان هذا ما اعرف ايش فيه. أنا بروح أكلمه الحين. يا مسمك يا ال يا يا وليدي تعال شوية باقي أكلمك أبغى أقول لك شيء. صا أنت تسمع صوت يا أخوان؟ وابوش أبوي احبي. شفت ذاك شوف ذاك العين يا أخوان شوف العين ذاك عينه ماشط كذاك متعلق. لا 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 ابوي خلينا نطلع من هنا بسرعه بعد. هذا وين باغي يودينا هذا الطفل؟ اوكي باغي ينزل الدرج يا اخوان. انزين تعال كيف تينا اساعدك يعني؟ اوكي اوكي بجيب جاي انا جاي جاي. عطني بوش عطني بوش عطني بوش عطني بوش. لحظة لحظة كيف كيف اوكي اوكي ايوه ساعدني ممتاز. وطاح له شيء من القواتي. هذا جاي شكلك يا اخوان جاي. اركب 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 درك اركب. تعال تعال مسمك تعال يا وليدي تعال تعال. لا تلقص وحدك هناك راح يمسك هذا هذاك الصياد. ايوه تعال تعال ساعدني تعال ساعدني تعال. ايوه ساعدني. يباله ندفر هذا نجيبه هنا. انزين شيء مفتاح يا اخوان لاحظتوا شيء مفتاح.
ويحتاج لنا شكل هنا، يحتاج لنا المقبض على اساس ننزل، ما اعرف ايش ننزل، يمكن نزل المفتاح الله يعلم. المهم هي تعال تعال اعطيني بوش، ايوه بغى اروح هنا، اتوقع هنا طريق بيكون رايت. بنزل بشوف هنا كيف، اذا كان موجود هذا المقبض. شيء عجوزه نايمه يا اخوان، شيء عجوزه نايمه وهي عندها، هي اللي عندها المقبض. ارجوك لا تتحركي، انا بشيل المقبض اوكي، انا بشيل المقبض، انت يعني خليش نايمه. انا اسف انا ما قصدي اقلع اليد، هذه دميه يا اخوان، هذه ما حقيقيه. ايوه هذه دميه، انا بروح اوكي، انا بروح، هذه دميه ايوه، هي دميه وانا بروح. انزين خليني اروح فوق، انا بروح فوق اساس اركب المقبض في ذاك اللي اسمه فذاك الجير. حلو ركبه، ايوه حرك. انا بركب هنا اوكي. تيمور كعباره جامب وامسك. ايه عربان ما طيحت المفتاح اوكي، شلينا هذا المفتاح. حلويش يعني ما فهمت انا هذا المفتاح، اتوقع حل. اوكي 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 اتوقع عرفت. انا اقول اوكي 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 لكن انا ما متاكد ترى. ها وش هذا؟ تعال يا قزم تعال، يا قزم تعال تعال تعال، والله ما فاضل لك بدقيق شرد. خلا 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 من اسمك يا وليدي خلا، انا بروح. خلنا ايوه نركب هنا الحين. اتوقع لازم يا اخوان نرجع الى الخلف، لان اتذكر كان شيء باب، واتوقع هذا الباب يعني المفتاح اللي حصلناه حل هذاك الباب يا اخوان. اوكي يا وليدي انزل بسرعه قبل ما يجينا الصياد. زين هذا هو الباب اللي اتكلم عنه يا جماعه، فالحين بطلع المفتاح ايوه ويفتح الباب. ممتاز جدا، فتحنا الباب يا اخوان وطلعنا برا، طلعنا برا. شكل شوف انت، تشوفوا البصمات وتشوفوا الخطوات ايوه، يعني معناته يا اخوان الصياد قريب جدا. فيس فلازم نكون جاهزين حله. ندفر هذا ايوه، ندفر هذا. ما توقعت ان بناخذ الندفر هذا لانه كبير يا جماعه، وديلا ما شاء الله عليهم يعني، يعني ما شاء الله. وش صار؟ ليش ادفر 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 يا مسمك ادفر يا ولد. خلاص يعني كذا حده، اتوقع يعني ماش غير تركض وتقحم. يا وليدي ما صار، ما صار الحركه مره ثانيه، مره ثانيه نقرب مره ثانيه. اركض ويقحم يلا تعال تعال، انا دخلت داخل خلاص. حد قص يقص يا اخوان، حد قص يقص يقص اللحيم ايوه، حد قص يقص اللحيم يا جماعه. فانا بمشي شوي شوي بحبي يعني. هو هذا الصياد ايوه، هو هذا الصياد. شفتوا كيف؟ اقول لك انت قص اللحم سيدا، هذا للقص كبار ترى، انا قلت لك قص صغار صغار ايوه ايوه. انا بمشي، انا بقيك بعد شويه ايوه، بقي استلم اللحم. شكله هنا يا اخوان، هنا هنا ال ادفر ادفر ادفر. مون اسمك يا ما مونا، هذاك الثاني يا وليدي ادفر، ما في شي اسمه. اركض اركض جا جا جا، اركض 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 يا اسمك يا ولد يا ولد، اركض خلف خلف الشجره، خلف الخشب الاسم الخشب يا اسمك، خلف 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 ايوه خلف الخشب. ممتاز ممتاز، هنا 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 قصدي سوري لا. اوكي احنا بخير يا اخوان، احنا بخير، بعدنا بخير. هنا هنا استغبي استغبي استغبي، تعال تعال ايوه ايوه استغبي يا صياد. انا نفس الحشيش الحين، تحولت الى حشيش، فما توقع راح تشوفني، فانت ارجع ارجع قص لحم ايوه، ارجع قص لحم بسرعه. انزين ارجع قص لحم. اوكي هذا قال انا ما اريد اقص لحم، خلاص انا اريد اقصك انت، فانت كما سيده انا بجيب بعدين. الحين احنا الحشيش فيحتاج لنا حد يعني يسقينا ايوه. خلينا تشيك عليه اوكي هولد. تعال 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 من اسمك يا وليدي، جيب يدك جيب يدك جيب يدك. هذا ما طايقيه، ما طايقيه هذا الولد.
تعال 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 ايوه تعال جيب يدك جيب يدك بسرعه بعد لا تخليني وحدي اوكي شو 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 يا جماعه هنا هذا المكان لازم نلعب برويه ايوه شو 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 هنا هنا شو شو لا انت ما قاعد تشوفنا انت قاعد تتخيل انت قاعد تتخيل شوي شوي يا جماعة لا تستعقلوا في هذه اللعبة لا تستعقلوا شوي شوي وهذا صياد ترى هو ما يشوف سيدة انا ما اعرف كيف تعرفت انا ما اعرف كيف عرفت اوكي انزين انا ما اعرف كيف عرفت لكن اسمع احس انه ما يعرف يعني ما يشوف قصدي ما يشوف انا شو شو بمشي شو شو ما بستعقل انزين اول ما يشوف صوب الثاني بنشرد بنركض انزين فخلوكم مستعدين يا جماعة لاني انا بركض شي هناك حفرة يا اخوان انزين اتوقع الحين غايته 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 يا اخوان غايته داخل داخل بسرعة وينه على بالي مسكوه هذا ذا لا 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 بيضربك 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 اطلع من هناك اطلع من هناك بيضربك خلا 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 يلا اوكي احنا بخير يا اخوان احنا بخير انا وهذا الزميل بخير انا ما تعرفت عليه لحد الحين ما اعرف ايش اسمه هذا ولكن هو صراحه يعني ساعدني كثير فما بخليه فعسى يكون معي يعني على طول اوكي فهذا النفق وين وين يعني هذا النفق ولا الكهف ايش يسموه هذا وين بيطلعنا هذه طلعنا صوب الثاني اسمك يا وليدي تعال لا تخليني ايوه انا احتاج الحين احتاجك انت انسان ضروري جدا حلو اوكي شيء جسر مكسور فكيف يكون الخطه الحين ايوه تحت في شيء اسمك يا وليدي في شيء تحت ما في شيء صح هنا هنا امسك هذا صح ايوه امسك هذا اخحم اخحم اسمك يا وليدي اخحم بسميه وليدي انا لا ليه ما اعرف اسمه انزين كيف الشريط الحين كيف الشريط ايوه هاي ايوه تعال سالفه فيها كذا يعني اوكي انا جاي انا جاي والله مسكني والله مسكني والله انت يا وليدي صراحه تستاهل اسمك ايوه تستاهل من اسمك يعني يستاهل اسم فهمت صح يعني يستاهل من اسمك يعني يستاهل اسم انا بروح فوق لان في حد هناك اذا لاحظتوا يا اخوان في حد داخل هذا القفز فانا اوكي زين كيف بنزله هل اقحم ايوه كذا شكله بيطيح طاح حصلنا مسمار حصلنا قبعة يا اخوان كيف اذا باغي اغير القبعة يكب انا كولكتد هات بوز مكتوب بوز هنا عندنا ثلاثة عندنا هذا وعندنا هذا نقرب هذا نشوف كيف بيطلع كيف بيطلع يعني والله راسك اسمه يعني القبعة اكبر عن راسه لا ما عجبني اشوف هذا كيف بستخدم هذا هذا طالع مرة نفس الشجرة الحين فذاك الصياد ما بيعرف ما بيعرف يفرق يعني بيني وبين يا زبالة رجع هذا رجع اخوان الصياد رجع شو شو اسمك شو شو يا وليدي بيشوفك لا تروح لا تروح يا حبيبي لا تروح وين تروح وين تروح لا 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 اركض 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 ورطنا ورطنا اسمك ورطنا اقحم اقحم يا خمسة اركض اركض هي عرفت عرفت ورا 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 ولا تزن بسرعة 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 داخل 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 المسمك مالنا داخل داخل كنت بطيح كنت بطيح قاعد 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 يا جماعة بعد ما خلانا هذا ما خلانا اركض اركض مسمك اركض يا مونا اركض بيقتلنا هذا بيقتلنا جمب 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 ايوه جمب 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 بسرعة طلع من هنا شيء مسمك شيء نهر من الطين يا اخوان هنا 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 ايوه مكشوفه مكشوفه
اوكي احنا الحين تحولنا الى ضفادع، تحولنا الى ضفادع. ايوه ما شقره الحين ما حشيشي الحين ضفدع. ايوه الضفدع. اوه دخل 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 دخل. من اسمك؟ من اسمك انت يا وليدي؟ دخل دخل. ايوه ايوه. ما تقدر يعني واجد، اكيد ما تقدر واجد، ترى هو انسان، كيف يعني بيقيس واجد داخل اسمه داخل ماي؟ اكيد اكيد بيختنق يعني. اوكي فاتوقع يا جماعه لازم نتحرك لما هو يتحرك، يعني لما يوصل عند الجسر الحين يعني. ايوه بنتحرك. اه اوكي فهمت 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 يا جماعه، فهمت فهمت. شوي شوي يا جماعه شوي شوي. ايوه اتوقع الحين، لا لا اتوقعت بيلف لكن ما لف، شكله هنا الحين. ايوه بستخبي ورا هذا الغصن. اتوقع بي إيه لا لا. كيف شافني؟ كيف شافني يا جماعه؟ كيف شافني؟ انا سويت نفسي ذاك يا اخي نهر النيل، ما يصير كذاك. لحظات من اسمك وليدي؟ لا تروح، انا بقول لك متى تروح. اوكي انت اسمع كلامي انا. اوكي ما سمع كلامي. اوكي لكن طلع هذا شاطر، طلع شاطر هذا الولد، يعرف متى اسمه ذاك يغص. اوكي راح راح راح. هذاك الصياد على باله احنا قدام، لانه هو غبي على باله وش احنا قدام. انزين خلونا نركب هنا ونطيح هذا الخشب، بنطيح هذا الخشب، وفي الخشب شيء مرسوم اسمه القلب يا جماعه، ما فيش معناته. كان لا 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 يا منى، يا لا يا مسمك، لا يا مسمك يا وليدي. هذا ما يخاف، هذا الولد، هذا الولد ما يخاف. تتوقع يا اخوان ما بيشوفنا صح اذا ركبنا الحين؟ يلا يا الغراب لا تطير، بيكشفنا هذاك الصياد. اوكي 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 انزين الحين كيف هنا؟ هنا وش اسوي؟ شيء هذاك مسمه، شيء غراب. هذا الغراب اذا رحنا له يا جماعه بيطير وبيشوفنا هذاك اللي اسمه، بيشوفنا. سام 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 ورا الخشب، بس يسوي ريلود يا جماعه، لما يسوي ريلود تستخبى ورا الخشب. ايوه خليه يضرب الحين الحين يا اسمك يا ولدي، خله خله معي، تعال تعال داخل داخل داخل. ايوه بسرعه بسرعه، سكر الباب سكر الباب، ممتاز سكر الباب. انا بجيب ال بجيب اسمه بجيب ال بجيب ال اسمه السلاح السلاح. ساعدني ساعدني ساعدني، قوم اسمك مونا قوم. ايوه قم. ايوه اوكي غايته غايته غايته، ابلع. والله والله انكم كفو، انت مونا وانت مونا وانت انت ومونا، هذا هذا كان كنت باغي اقوله انا. اوكي انزين انزين شكله مات يا اخوان، الطريق من هنا، هنا الشرده، مع ان احس انه ما مات لكن انا بشرب من هنا. انزين شيء باب هنا، اها شكله بنفر هذا الباب بالضبط، هذا الباب بيكون القارب، قارب النجاة. الحين تريحوا لانكم تعبتوا وكنتوا تضاربوا مع الصياد، اتوقع يعني خلاص الصياد شكله يا جماعه مات، قتلنا الصياد. فاتوقع ان يعني تشابتر 1 او الفصل الاول جمع من هذه اللعبه اللي هو تشابتر الصياد. فالحين نحن راح نتنقل الى الفصل الثاني، والفصل الثاني ما متاكد وش بالضبط، ولكن انا شفت مقطع بسيط في اليوتيوب واتوقع المقطع الثاني راح يكون اما يمكن المستشفى، ما اتوقع اتوقع المستشفى، اما شو يسموه هذاك المدرسه، واحد من الاثنين انا ما متاكد، يا المدرسه يا المستشفى. اوكي فالمكان بدا وش اسمك يضبب، المكان بدا يضبب، فهذا غير مبشر يا جماعه
وأنا أحس إني ما مرتاح الحين. وإذا لاحظتوا يا أخوان يعني هذا التلفزيون إيش سالفتهم؟ شيء أكثر عن التلفزيون هنا. وإحنا طلعنا من في البداية لو تذكروا يا جماعة طلعنا من التلفزيون ترى. فهذا معناته شيء يا جماعة. وأتوقع إن راح نكتشف هذا الشيء في المستقبل يعني. أوكي؟ إنزين. وين قاسين نروح الحين؟ وين تتوقع يا جماعة قاسين نروح؟ وحتى لو حطوا الساوند تراك تغير يعني صار الساوند تراك جاد يعني. الساوند تراك صار جاد لو لاحظتوا يعني. هذا معناته انه راح يصادفنا شيء عظيم قدام. كما قلت لكم يا اخوان لاحظتوا ان المدينة منحنية. ان المدينة منحنية يا جماعة فهذا الشيء ما طبيعي. كيف المدينة ينحني؟ شفتوا كيف؟ قاعد ينحني المبنى. فهذا يعتبر هذا معناته هذا المدينة مسكونة يا اخوان. يس المدينة مسكونة فاحنا بندخل داخل مدينة مسكونة فهذا شيء جميل يا مونو. جبتنا مكان ممتاز. ولاحظتوا ذاك الوليدي اللي قدام مستانس هو عاجبنا المنظر اللي قدام. فالله يستر. المهم انتوا يا جماعة لازم تكونوا مستعدين. فانا اتوقع احس يعني انا مستعد. اوكي؟ احس انا مستعد والله الصراحة. يعني الجرافيكس في هذه اللعبة يا اخوان هذاك من انت من انا بروح له ايدي اعرف انت من. هلا والله. انا جيت في المصاب الثاني اذا ممكن تخبرني. وش صار اختفى هذا الشبح يا جماعة. هذا روح ما شبح قصدي. هذاك روح يا جماعة. وكان يعني يناظر الاسمك يناظر التلفاز ما في سالفته. المهم احنا ما ندخل داخل هذا الاسم هذا البيت ولا ويش هذا المبنى. يا ساتر على ذاك الشيء اللي فوق يا اخوان. اتوقع هذا المكان احسن مكان ننهي هذا الفيديو. فادعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعة الخير. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming. ملتقانا ان شاء الله في الفيديو القادم. سلام.